بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكر بس نيوز ميديا على الحضور ديالها والتغطية ديالها هذا الدورة العادية لشهر فبراير واللي دازت في جو أخوي مع الإخوة المستشارين والسادة النواب بحضور السلطة وبعد كوادر الجماعة وبعد كوادر القيادة، ودازت في جو أخوي وتقريبا جميع النقاط تم المصادقة عليها وتم التصويت عليها إلا بعض النقاط اللي تمت بتعذر بعض الجهات لم نعلم الأسباب، لكن على العموم أنها الأمور دازت في جو أخوي وجو يسوده بعض التدخلات ما بين الإخوان وإصغاء الإخوان بالنسبة لجميع النقاط، والحمد لله أن الأمور دازت بسلام. بالنسبة للإشكال فعلا كاين إشكال قائم الذات ومنذ مدة كيفما قلتي، لكن إحنا كمجلس كرئيس كنواب اللي عندهم التفويض بالنسبة لهذه النقاط اللي طرحتي يعني كنعطيو الضوء كنعطيو الماء يعني بالنسبة للمسائل اللي هي قانونية. كاينين فعلا كاين هذا الإشكال كيفما قلتي ديال النقاط اللي هما يعني كاين فيهم مخالفات، حنا مع الجهات المسؤولة والجهات العليا والسيد القائد والسيد الباشا أننا نشوفوا شي حل توافقي، أننا نشوفوا شي مخرجات باش نحلوا المشاكل ديال 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 الضوء وديال الماء خصوصا لأنه مشكل كبير وكتعاني منه الساكنة، وحنا بدورنا رحنا إلى جانب الساكنة زعما، ولكن يعني داك الشيء مستعصي، ولكن نرجو من جهة مسؤولة أنهم يديروا معنا التبييض. هي الحمد لله بادية بوادر خير أنهم باش يفكوا المشكل، ولكن داك الشيء شوية يعني غادي بواحد الوتيرة ثقيلة. نتمنى من الله الخير وإن شاء الله نوعدك ما غادي يكون غير خير، خاص غير شوية ديال الصبر ثم الصبر، وحنا راهنا الإشارة المكتب مفتوح إلى جميع الساكنة وإلى جميع المواطنين وإلى جميع الناس اللي فول الطيب ومرحبا. إيه بصح نعم أخي فعلا مشكل كبير مشكل عويص، وراه ماشي بالنسبة للشواهد الإدارية وبالنسبة لهاد الوثيقة ديال الوصاية، راه ماشي إشكال غير بالنسبة للساكنة فقط، راه مشكل حتى للجماعة، لأن كيف ما كتعرفوا جماعة فقيرة، أفقر جماعة في المغرب جماعة ولاد الطيب، والمداخل ديالها ضئيلة ما كاينش، يعني من غير الضرائب استخلاص الضرائب ما عندناش مداخل قارة بالنسبة للجماعة والجماعة، وكتعرفوا المشكل اللي هو كاين وقائم بالنسبة للعجز اللي راه عندنا وفين وصل. يعني فقط اننا راه حنا كنعديو الامور وكنعديو ليا كيف ما قال هذاك، ولكن زيد هذه نقطه اخرى انه اتصال مع السلطات ومع الناس المسؤولين كيف ما قلت، راه عندنا اتصالات وكاينه وعود انهم نحلوا هذا المشكل حتى هو في اقرب الاجل، لان ما تنساش وما يخفاش على الجميع انه كاين اشكال، يعني ما نكونوش باش نكونوا واضحين كانوا مشاكل كثيره ما يمكنش لينا نزيدوا كيف ما قال هذاك القديم على الجديد ونبقاو غاديين، يعني حنا بغينا نبداو بصفحه جديده وداك المشاكل القديمه اننا نصفيوها، باش غادي نصفيوها خص تكون واحد الاطراف فيها باش الامور تمشي بسلام وتمشي بسلاسه ونخرجوا بولاد الطيب الى بر الامان ان شاء الله، وكنوعدك مره اخرى انه ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله، فقط شويه ديال الصبر. شكرا. دائما كنشكروا فاس نيوز ميديا اللي دائما كتغطي جميع اللقاءات اللي كتتم بجماعه اولاد الطيب، وشكرا مره اخرى.